لسه بدري لسه بدري. ازيك يا اسطى؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا بابا؟ كل عيد انت طيب يا بابا. ايه ده، انت جيت من السفر امتى؟ اهو لسه من شويه. ازيك يا اما؟ هاتي حضني يا اما. ازيك يا اما؟ الله الله، وحشتيني يا اما، وحشتيني يا اما. هاتي بوسه، هاتي بوسه، هاتي بوسه. لقاء السحاب، اللقاء المنتظر. كل سنه طيب. تعالى بودي عندي بنت. بصوا تعالى يلا، انا احنا عايزين نتفق. بس انت المهم، لا انت المهم، ايه رايك؟ احنا ما رضيناش نذبح العجل عشانك يا جماعه. يعني كل سنه وانتم طيبين دايما ان شاء الله، متجمعين وفي الخير دايما، ملمومين ورايحين جايين. لا استنى بقى، بما ان احنا بنصور، محمد جه عند محمود هنا، وبعد كده رحت انا جاي لسه بقالي حوالي 5 دقايق، فانا لسه ما دردشش معاك. عايز يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله والله. ما شفتوش من امبارح. ازيك يا علاء؟ صلوا بينا على النبي. عايزين نتفق اتفاق، عايزين كلنا نبقى ايه، على يد رجل واحد. تشجيع من نار، 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 تشجيع من نار. هلا هلا يلا يا عفروت. احب اقدم لكم نفسي، انا الراجل الواحد. قبل اي حاجه انزل حط اللايك، قبل اي حاجه انزل حط اللايك. احنا دلوقتي عايزين كلنا نبقى على قلب رجل واحد، ونخش نكذفه. يا جدعان اقسم بالله، محمد بيعمل جو في البيت يا جدعان. محمد بيعمل جو، ايه دوشه حصلت؟ هلا هلا يلا يا عفروت. هلا هلا يلا يا عفروت. تحسوا ان حواراتهم ما ينفعش ينقص منهم واحد، لو نقص منهم واحد تحسوا في خلل بيحصل. مش عايزين صوت علشان الحاجة ما يتعصبش، لو تعصبوا هنزعل. سيب دي بقى، سيب لي خالص دي. لا لا، سيب لي خالص. يا مسهل الحال يا رب. فين السلام اللي هنكلفشه بيه؟ بص احنا هنعمل خطه بقى، صلى على النبي. على السلام. بص انا هكتف الرجلين الاربعه مع بعض. بص هنعمل هنا، هنكتف هنا احسن، الحته دي كده مع بعض. اوعي فوق بس، يفوق ده، ناكله بالنص كده اخلص عليه. ممكن يجري؟ لا لا لا، ما يجريش، لا ده هادي جدا، خلي بالك. مش غلبان؟ اه جدا. طيب صحيح. بص يا محمد، هو عمل ايه في محمود؟ سؤال كل شويه حد يقول لي عمل في محمود. ما عرفش اللي عمله في محمود. هو عمل ايه في محمود؟ اتفرج على الفيديو. اه لما جرجره في الشارع، لما سحفه وزعب في الشارع. اه لاوي. بس ازاي انت لحقتي يا ابن اللقطه دي؟ اعمل كده عشان يهدى. حبل صغير اشرب. يلا ايوه، اعزم عليه بالميه، اعزم عليه بالميه، مش سنه برضه. خلاص دي مش عايزينها. ليه؟ خلاص بقى ربط. ليه؟ خلاص بقى ربط. الا تعوز تبقى جدع. خش تعالى. محمد معاه بقى اسمه. لا سيبوه، ما تخاف. بس 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 استرها علينا يا رب، ده احنا غلاب. بس ضم رجلك، ممكن في الاضافه ضم رجلك كده اهو. ما تستاذنش، خليك جدع وضم رجلك. الاء بطله. بص بيقلع الشراب من غير ما حد يقول له حاجه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. فين علاء ونهال؟ علاء ورا، هما بيكملوا بعض، واحده من ورا واحده من قدام. سيبولي خالص، سيبولي خالص، ما عادش دعوه بيه، هو هينيم نفسه بنفسه. سيبه سيبه، خدوا مني تاني. بس ضيق يا محمود على قد ما تقدر. ثواني، خدوا مني تاني. فكي دي، فكي دي يا محمد. ثواني بقى، ثواني ثواني. مش مشكلة. أنت ما خدتوش ليه؟ إيه؟ ترميه هو هيلقطه منك. هات أنا هلقطه منك. طب استنى. أنا هلقطه منك. خد. خد.
ما تشد. جاهزين؟ جاهزين. هنركب عليه مره واحده. تعالوا جوه. اول ما هيبقى على الارض كلنا هنعمل ايه؟ نجري نقعد عليه. سيب التليفونات عشان تقعدوا عليه. يلا بسرعه. يلا يلا جاهزين. عايزين نقعد عليه. خد قلبه ويلا. يلا جاهزين. استنى استنى الاستظراف يخلص الاول. تعالى يا هلال. خلص فقره الاستظراف ندخل جوه. هو هينام على جنب اليمين. هو هتنيمه فين جنب؟ على الجنب اليمين. انت خليك معاهم جوه. ولاش عاد هينام على الجنب اللي هناك. هينام على الجنب اللي يريحني. والله خدم على بوطي. طيب اول ما ينام زياد وحسن ومحمد يركبوا عليه. تمام. حليم ملهاش دعوه. اه عشان ما تعوروش. اه دي شغلانه رجاله. ماشي. يلا. يلا. واحد اثنين بسم الله. هو لسه ما نامش. هو هيقع لما يقع. بقول لما يقع. لما يقع يا جدعان. لما يقع يا جدعان. هو وقع. ايوه شايف ايه؟ يعني بقى هتقعد كده. استرجعوا بقى. يس. اقعد على الارض. لا بس اقعد مش حل. يس. اوعى حد يقوم. بس. اوعى حد يقوم. استنى اوعى ايدك. انت مفتش ميه. انا عندي اقتراح. هو كده ممكن يجي جنب العربيه اللي ورا دي؟ لا لا ايه. هو لو جه جنب العربيه طرطش اللي فوق ال اوعدك يا محمد. الله ينور يا محمود. ماسكه راجل بصحيح. ده عجل هفا. ده شفته وقع ازاي؟ ده زبل وقعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بص بقى يا رجاله عايزين نعدله كده. لا يقعد يوم يقع. لا مش مديله يقع. لا انت مش هيقع. مديله انت بقى هيقع. من رجل. لا مش هيقع. الله اكبر. محمد شفت النطه؟ هيقوم والله كان هيقوم. انت خليك على الراس بس ما ينفعش راس. مش هيقوم يا محمد. انت ايدك على الراس كده بس كده عشان ما يقومش. انا ايدي على لف معاهم حاجه. اهو اهو روح روح لف معاهم. انت يا عم سيبها سيبها روح. طب حط رجلك عليه. يلا يلا بس سيبه بقى مش مشكله. خلاص سيبه هو هننام هنا. لا لا ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. جبت مفتاح العربية أنا علشان خاطر إيه؟ أي حركة تحصل كده ولا حركة تحصل كده؟ لا متأمنين. لا معلش ده شقل عمر ده يا محمود. أنت ليه فكيت الرباط اللي كان على عينه؟ ما هو اتربط. تعملها لهم مفاجأة وتذبح على طول؟ لا لا ما ينفعش. عشان هو يلا يلا شدوا كده. يلا يلا يا سيادة يلا هنحسن بسم الله. من عسعود. يلا من الدرش. من الدرش عشان يمشي معاك. بسم الله الله أكبر. واحد اثنين ثلاثة. عم الشيخ سعادة. ما يا ابني مش هيقول. مش هيقول يا محمد. يلا انتوا مش تعالوا كده عشان يلف يا عم هيقوم. احنا بنلف والله بس هو الباب حق. طب بص يا محمد استنى يا محمد. طب نقلبه كده قلبه كده عبد قلبه كده. اه قلبوه. تعالوا من هنا يا حسن. فك رجله. لا انت كده بتعلنه كده بياخد وضع استعداد الرفض. خلاص انا خلص على كده وخلاص. خلص على كده خلاص نهيمه تاني بقى. خلص على كده هنهيمه تاني ونركب عليه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينور عليك يا محمد. جاهز يابا. يلا هات له هات لي محمود يابا. اه خلاص هي معايا هي معايا خلاص ماشي. يلا اهم حاجه. يلا اهم حاجه اول ما يذبح محدش يجري عشان يعرف من عليه. ماشي. لا لازم يخلص الاول. اه محدش هيذبح. محدش هيجري. تعالى يا باشا جنب. يقول لك مره واحده اسمها نهال مستخبيه في السقف. يا طارق بس هي مش باينه. لا باليد الثانيه وهتشد الجلد بقى. اقسم بالله. لا ما تخافيش يا شيلها الطرحه يا واطه بالعافيه. اوعى 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 تخافش. يلا اقعد هنا. قوم يا محمد. خلاص قوم يا محمد. قوم يا حاج. انت بتحط ايدك على رجله وهي معموله. اتعورت. تعال اغسل ايدك. طيب خد اغسل ايدك وريني. ما فيهاش حاجه هو بس رصاص من ايدي. طب هات ميه ساقعه. حد يجيب ميه ساقعه. طب خلاص ما تشدش ايدك كده. افرد ايدك. ما افرد ايدك. لا بتوجع. لا 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 اه يا جدعان تعالي تيجي تتسكل. لا مفيش يا عم بس عشان الجلط جام. اه بس خلاص بسيطه بسيطه الحمد لله. اوعى كده اوعى. طيب خلاص بقى عشان ما تقليش ابويا وامي. خلاص ربي يا ابني. عارف كل ده بسبب ايه؟ بس اقول لك ده كله بسبب ايه؟ الحشيش. بسبب ان هو خاف وسابه الجري عشان خاف. اه كل ده متصور. ساب الرجل.
لا هو زياد طلع يجري اول ما اتدبح زياد سابه جري لا وبعد كده حسن سابه اللي خلاه يضربني ان انا ما سبتوش كان بيرفس وانا ماسكه هو الحبل فك كمان كله متصور يا ابن الحبل زياد سابه جري راح حسن سابه وجري فحسن لما لقاه ما قمتش كسف على ده مفرج لا طب يلا 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 نكمل يلا نكمل الحمد لله والله راجل يا ولد يا راجل يا بنتي والله بيقولوا ايه في المواقف اللي زي ديت بطوله 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 وخلاص معلمين وربنا ايه لا لا بص بقى لو هي شغاله عايزه تشتغل خد بس واحده ماسكه الناحيه والثانيه ماسكه طب تيجي بطل مكلاس ماشي كده معلم واقف بيعلم الجنب اليمين والمعلم البطل بيعلم في الجنب الشمال اساتذه والله صلاه على النبي صلاه على النبي بنجيب ابطال لا لا لم اللحم الله ينور يا لا يا عفش لحمه ايه الحلاوه دي تعرف تعمل زي يومي يا رماز تعرفي ده تعليمي تعلمك يا لسه اول مره عاش خد الدش الجميل اللذيذ ما خدش في ايدينا الله اكبر تلت ساعه هو خد ساعه بس على ما خلص هو طول على ما عمل كده هو يا جماعة لأول مرة بتحصل معانا إن إحنا نعمل كده في العجل نتبحه ويقعد معانا يجي ساعة أو ساعة إلا ربع تقريبا بيرفص وبيطلع في الهواء ده كان قاعد كده لا عمان. هو بيقعد ويقوم ويرفص خبطني مرة هنا ومرة في ركبتي اشمعنى أنت اللي بتتخبط عشان أنت بيبي لا مش بيبي علشان أنا قلبي جامد بدخل علينا بص هو عموما بالنسبة للناس اللي بتتفرج علينا أكيد كل حد بيذبح فبيحصل معاه مواقف في العيد وفي الذبيحة وفي الحاجات دي كل واحد يحكي لنا الموقف اللي حصل معاه مين اللي بيخاف من الحاجات ديت وبيستخبى كده إيه في ركن كده. اللي بيقول لي معرفش احنا العجل بتاعنا جري ومسكناه لما وقع في البحر ومين اللي بيقول لي العجل بتاعنا معرفش وقع من فوق السطح واللي بيقول لك انا الخروف بتاعي معرفش ايه اللي حصل له هيا كله لازم يحصل معاه حاجه الله ينور عليك الله ينور عليك بس ما شاء الله الله اكبر حته لحمه زي السكر ربنا يبارك للي هياكل منها ان شاء الله انا عايز المخاصي دي تعمل لي زي طبق البيض كده مش همد ايدك فيه لا بس لا بطل الله اكبر عليك ونهال بطل بتشتغل في الحاجه بعد ما بتخلص هو صح هات لنا بقى التشت بتاع الدهن الدهن واللي هنسقط فيه يلا عشان الكرش احنا السنه دي هنعمل تحدي ما بين نهال وما بين الاء وما بين صح الثلاثه يقعدوا على الكرش ونشوف هيعملوا فيه ايه مراتك مش تاكل انا مراتي خسرانه مراتي خسرانه متاكد مش هراين عليها هراين على واحده خسرانه الكرش يا الرئتين هتتعلم شفت بقى الحاجه اللي انا عايشك معانا موقف مع الشوش وحاجه كده انا ما اعرفش ايه اصلا الكرش ده عارفه انت شايفه اللحمه دي ما شاء الله اتربت بسبب الكرش ده تخيل الكرش ده فيه ايه في كركي يا حبيبي الكرش ده المفروض انت اللي هتنضفيه ايه رايك فيا انا عارفه كل حاجه بس ما بتقربيش بينا ما دي المشكله الاثنين قد بعض ما تقعدش تقول لي اكبر واصغر هو كان ماشي بيعرج علشان بس ايه ما كسبكش وفي الاخر تقول لي اصل بتاعتك صغيره احنا عاملين تحدي جامد قوي دلوقتي انا وحسن احنا هنخش في البتاعه دي تشفيه وهنشوف مين اللي هيخلص الاول وثقه في اللي انا جاي في عرض اقول لك على حاجه يا محمد انا هكسبك بمراتي استنى بس خش يا بنت انا هخلصيها بايدي استنى في عظمه بتبقى فيها المفروض ترموها عشان حرام فين بقى طلعتوها يعني في عظمه بره ما اعرفش او فين بس لما بتطلعها لما بتطلعها بيبقى ده عشان بتعمل بيه اعمال بيتعمل بيه في واحده في حته مش عارف فين واللي بيبقى ورا بصوا بقى صل على النبي عليه الصلاه والسلام احنا هنبدا التحدي تمام هتتحجج بحاجه في الاخر لا ماشي ثقه في اللي انا جاي يعني انت مش هتقول لي بتاعتك اصغر بس اهم حاجه ما تطلعليش اللحمه كله في العظم لا ده حرام وانا هعمل كده ما انا بقول وانا طالع اللحمه في العظم ارميها عشان اكسب ده اللحمه سخنه جميله الاء مش هينفع يغلبونا عايز نعمل ايه طب انا هعمل انا معاك اهم حاجه ايه وعيدك تيجي هنا عند السكينه بسم الله بدا التحدي كده يا عم حسن بدا يا باشا يا باشا بصباع امسكي لي بس خلي بالك ايه طب هو ايدك انت عشان ما تعورنيش انا وانت ما انا ايدي تبقى تحت ايدك عشان ابقى واخد بالي لما اخد بالي من ايدي هاخد بالي باشا بص يا باشا هفرجك على اللحمه بقى طلع لي كل عرق لوحده يا حسن اهم حاجه ما تعوره بس يا جماعه احنا بنعمل تحدي بس برده مش عايزين اصابات ربنا يستر بعد اذنكم احنا عايزين اللحمه بتاعتنا لوحدها ولحمتهم لوحدها قشطه حضرتك معلم مامي جزار معلم صح مبهوره انت بيا صح طبعا طب هتقولي الحاجات دي من غير ما انا اقول لك مبهوره انت بيا صح طبعا انت قولي مبهوره بيك بقى ده انا واقفه قاعده بتعلم الله عايزين نعمل بقى تحدي ليكم في المطبخ بقى تقوموا تعملوا لنا اكل يعمل لنا اكل احلى ده امتى النهارده دلوقتي ان شاء الله التشفيه دي هي الجزاره كلها وهي الصنعه كلها والحرفه كلها اللي يعرف يشفي صح يبقى جزار
سنعود بعد قليل. يا اسا بعد كده لما تدخل معايا في تحدي قيس التحدي الاول، شوف انت هتقدر تبقى متعادل معايا ولا لا. تمام كسبت مين؟ العضل بتاعي بص طالع عامل ازاي؟ انت لسه معاك الفخده كلها في العضل. ايه يا حبيبي ده لحم. طب طلعها فين؟ ما هي خلصت اهي. وبعدين انا بص بتاعتك مليانه لحم. فين اللي مليانه لحم؟ بص دي مليانه لحم. بياض وحلاوه اهي. بياض وحلاوه اهي. بص الناس تحكم، الناس تحكم انا اللي كسبان. انت بص طب بقول لك ايه، طب بقول لك ايه، طب انت قطعت اللحمه؟ انا قطع اللحم. انت قطعت اللحمه؟ لا انا مقطعين اللحم. طب انا عايز سكينه يا حبيبي. اهي لسه اهي. طب يا باشا ايه حته حته امسكي امسكي هنا هالكده. يلا اقلع من هنا. ايوه ايدي خم. مش عايزين خم. لا هو احنا معناش سكين تاني. انا معيش غير سكينه واحده وانتوا معاكوا اتنين يبقى ده خم. احنا كسبانين. الناس كلها في التعليقات بتقول لك محمد الكسبان. محمد بتاعته طالع ما فيهاش ولا حته لحمه. الله ينور عليك يا محمد. المهم ان احنا الاثنين خلصنا، ده المهم. انت كسبت يا عم، انا كسبت، احنا الاثنين مسامحين. الله ينور عليك. تعالى بقى علشان نخلص اللي معانا دي نقطعها ونروح نجيب بقى النص التاني. نخش على التقيل بقى اللي جاي. هو التقيل لسه في تشويه بقى، الريش بقى والضلوع بقى و... انا الكلام ده اول مره اشوفه. اقول مين اللي يكسب؟ مين اللي يكسب يا ريمان؟ انت عم محمد. ليه بقى؟ محمد اللي يكسب. محمد اللي يكسب عشان جاي مسرر وتعبان. اه والله المفروض انا اكسب فعلا. واتصلنا بيه وجبنا له طياره مخصوص عشان تجيبه هنا. مش كده يا ريمان؟ مش كده يا عشان اقطع اللحم. اللحمه دي كلها متقطعه. امال بتخافي ليه يا نهاد في الاول يا نهاد؟ ما انت شاطره. ده ما بحضرش انا، بخاف. بيصعب عليا. بص بيصعب عليك. ما بيصعبش عليك غالي يا ماما. لا بيصعب عليك. ربنا حللنا. لسه بتتحرك؟ لسه شوف الحاجات دي. بص يا جماعه طبعا احنا عندنا محمود هو متخصص الحاجات دي، ولكن لما جه فاضل عليها انها ايه فسوايه. لا لا الحاجات الصعبه بنسيبها للدكتور يعني. أيوة. ايوه يا ابني دي أيوة. حاجات تشريحيه جدا. لما بيكون فاضل فسوايه والحاجه تنتهي فبنديها ليه. فسوايه دي معناها كبير. اوعى عورك اوعى عورك. بص بص سيبه 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 هيقع في الارض. طب لا بس خلي بالك اوعى ترجع. اعملها بصباعك يعني. ايوه بص لا محتاج بطل جدع. تسيف تسيف تسيف. ايوه يا عم ده مش نافعين خالص. نازل بالراحه. الله ينور يا معلم عطوة. الحاجات دي واخدها في الطب ايه يعني؟ اه طبعا. الله ينور يا معلم عطوة. انت بتعلي عليا يعني؟ انت كده اجمد يعني؟ بس يا خليك بس كمان شويه. مش عارف بروح بروح. انت ممكن تطبخوا من غيري كده؟ ما انا كنت بقول. هو انتوا ممكن تعرفوا تطبخوا من غيري؟ لا طبعا. حتى بتعمل لنا حس في المكان كده. طيب احنا عايزين حاجه نحط فيها اللحمه اللي اتقطعت علشان نعرف نشتغل على النظافه. يا باشا لا ما اللحمه عادي نحطها هنا. ممكن خليهم يجيبوا طبق. لا يعني نجيب حاجه نحطها ليها. هات طبق هات طبق. نيره هات لنا طبق كبير نحط فيه اللحمه اللي اتقطعت. يلا الله يبارك لك. وعايز سكين. ما هي السكاكين هنا كتير. ايه يا معلم؟ لا طب اديني اللي معاك دي. انت واخد الحلو ومديني الصغيرين. ايه لا في شكاسلك اهو. لا انا عايز سكين. عشان ده واخدين على بعض من بدري شغال بيه. والله؟ طب ده انا ما اعرفوش. مش هنتوافق مع بعض. لا 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 عادي. انت بتضحك عليا. دي صغير. انا عايز اقول لكم سحر خدت حته وقعه بره دلوقتي. انتوا اللي عريتوا عليها انت وحسن. اتعورت؟ دي خدت السلم كله كده اتزحلقت. يا ستي ما شاء الله سحر تستحمل ولا اي حاجه. ولا كده. محمد وحسن اللي قروا عليه. يا ده اخر واحد تعب. ولا يهمك يا موينج هجيب لك سلم بدال. الحمد لله المهمة قربت تنتهي وجه دلوقتي وقت التوزيع. اهم حاجة دي بقى حسن هيقوم بيها المهمة الصعبة. لان احنا تعبنا وحسن تعب ربنا يبارك له. هو قال انا اعلى التوزيع. اللحمة لازم نخرجها وهي فريش عشان خاطر ما ينفعش ان احنا نجمدها ولا نعينها تاني يوم. اي نعم احنا تعبنا بس لازم نكمل تعبنا ده لحد الاخر. لا ينور يا ارو. لا ينور والله شغل فاخر من الاخر.